اول حاجه لو بتعاني من كرش كبير، يعني بنسميه بيلي ابتومين، كرش كبير مش بينزل خالص مهما عملت دايت، مهما حاولت تنظم الاكل مفيش فايده. وبرضه لو بتصحى من النوم عايز تاكل حاجه مسكره، لو بعد الاكل على طول عايز تنام، لو بعد الاكل على طول عايز تاكل حاجه مسكره. ده احنا خامس حاجه دكتور انت عملت قرب ليه كده. خامس حاجه لو في اسمرار مع تشقق في المنطقه دي اللي في الرقبه او تحت الابط. الخمس علامات دول علامات ما قبل السكري وعلامات مقاومه الانسولين. الانسولين مش بيدخل جوه الخليه عشان خاطر يحرق. العلامات دي لو عندك الخمس علامات دولا لازم تحلل تحليل مقاومه انسولين اسمه الهوما تيست. لازم تطمن على نفسك لو الخمس علامات دول عندك. الحكايه دي على فكره مفيده جدا للناس اللي بتعمل دايت كتير وما بتخسش. هم عندهم مقاومه انسولين، هيخسوا ازاي؟ فلازم تعمل التحليل ده وتلجا لطبيب البطنه هيكتب لك العلاج المناسب. والعلامات دي برضو علامات ما قبل الاصابه بمرض السكري، وخاصه لو في تاريخ عائلي من الاصابه. ولازم الخمس علامات؟ اللي هو الكرش الكرش عايز تاكل مسكر على طول بعد الاكل، بتقوم من النوم عايز تاكل مسكر، بتعايز تنام على طول بعد الاكل، والعلامات السوداء تشقق. بس هي العلامات السوداء اللي حوالين الرقبه وتحت الابط على فكره برضو دليل على تكيسات المبايض برضو بالنسبه للسيدات. يعني هو في مقاومه الانسولين وبرضو تكيسات المبايض. احنا نطلع على التحليل على طول. تاني حاجه الكريمات المحتويه على خلاصه جذر الزيت جذر العرق سوس من الحاجات المميزه جدا جدا لمقاومه التسبغات وكمان مقاومة أو تفتيح، يعني لزيادة تفتيح البشرة بشكل آمن جدا. جذر العرق سوس من الحاجات اللي فيها مضادات التهابية، فيها مادة مشابهة للكورتيزون الجليسرهيزين، اللي المادة دي اللي احنا بنقول لما نيجي نشرب العرق سوس بلاش لو ضغطك عالي تشرب العرق سوس، لأن المادة دي بتبقى تزود الضغط، فلو ضغطك عالي ما ينفعش تشرب العرق سوس. المادة دي بقى موضعيا لو استعملت في الدهانات الموضعية هي مشابهة لتأثير الكورتيزون، فبالتالي لو في التهابات جروح اكزيما، لا مش جروح، اكزيما، حساسيه، التهابات، هتخفف الالتهابات ده جامد جدا. غير ان العرق سوس المواد اللي جواه مضادات الاكسده الكتير قوي اللي في مستخلص العرق سوس بتبقى مقاومه للحاجات الجلديه او الالتهابات الجلديه الناتجه عن التعرض بقى للشمس، الناتجه عن اي حاجه ممكن تاثر في البشره. برضو كمان غير كده انها بتقلل او بتعيق عمل الانزيم المسبب لاسمرار البشره والتسبغات، بتقلل انزيم التيروزينيز، فبالتالي بتدي تفتيح هايل جدا للبشره. على فكره خلاصه العرق سوس بتنظم الدهون بتاعه البشره برضو، فبالتالي مفيدة جدا للناس اللي بشرتهم دهنية، مش أي حاجة تفتيح تمشي للبشرة الدهنية. وبرضه عشان هي مضاد التهاب أصلا فهي من أفضل الحاجات في تفتيح المناطق الحساسة، مش أي حاجة تمشي في المناطق الحساسة. لو عايزة كريم تفتيح كويس قوي في المناطق الحساسة وللبشرة الحساسة ابحثي عن الكريمات المحتوية على خلاصة العرق سوس. تمام.